بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب باللواء طيار حكم حرب هشام الحلبي وبشكره على الدعم لإفادة طلاب سوهاج وأعضائه التدريسي. برحب أيضا بالعميد نبيل شحاتة الاستشاري العسكري ودايما بيشاركنا في كل الندوات اللي احنا بنعملها وخصوصا ما يمس منها الجانب العسكري. برحب أيضا بالسادة العملاء الأستاذ الدكتور أحمد علي، الأستاذ الدكتور إيمان، الأستاذ الدكتور محروس، برحب بالسادة الوكلاء، بالسادة أعضاء التدريس، برحب بكل أبنائي الطلبة والطالبات. حقيقة من الموضوعات اللي بتهتم بيها رعاية الشباب تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب، وأنا أعتقد إنه في الآونة الأخيرة مفيش موضوع أهم من موضوع الأمن، الأمن القومي المصري. وأأمل من سيادة اللواء أن يعرج على عدة موضوعات وليست حروب الجيل الرابع، لأنه بيخطر في بالنا كلنا، يعني ما يفعله الحوثيين في اليمن، ما تأثيره على الأمن القومي، ما يحدث في ليبيا، ما تأثيره على الأمن القومي، ما يحدث في سيناء، ما هو تأثيره على الأمن القومي، هل الاستقرار السياسي في مصر أثر على الأمن القومي؟ هل معدل النمو الاقتصادي والبطالة والكلام ده بتأثر على الأمن القومي ولا لا؟ يعني هناك كثير من الأمور. أعتقد أن أنا أول واحد هكون مستفيد من سيادة اللواء في عرض الأفكار الخاصة والتحديات الخاصة بالأمن القومي المصري. وحتى لا أضيل عليكم وأترك الفرصة لسيادة اللواء عشان يدينا فكرة أو ملامح عن الأمن القومي المصري. شكرا.